ظروف أقل ما يقال عنها مأساوية يعيشها يوميا أصحاب القوت اليومي بمحافظة ديالى في ظل ارتفاع الأسعار ودرجات الحرارة. فمع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار تشهد الأسواق ركودا لم تألفه في أسوأ أيامها. متحديا التطرف المناخي ودرجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية يتجول في أزقة بعقوبة حاملا على رأسه ما يسد قوته اليومي الذي أصبح صعب المنال مع ارتفاع الأسعار والكساد الذي ضرب الأسواق. ما إذا قاعد يوم واحد يبين علينا والله شو اسمه، احنا عشتنا على الله وعلى الصينية. والله أسبوع أتسوق وأسبوع ما أتسوق، لأن مرات أبيع مرات ما أبيع. من ما تبيع يعني ما تسوق؟ إي من ما أبيع ما جم سواق. انا اقول لك من صار يوميه مالتي مثل 25 30 يلا اقدر اجم سواق والدجاج. وصل مرحله الى 58 59 هسه حاليا متراجع 52، فيوميا سعر بالنسبه للوراق. هذا اثر على العمل، العمل حاليا كله تعبان، يعني السوق هسه تروح تنزل للسوق العمل منتهي. احنا كنا مثلا ذيك الفتره ذيك الايام من يجي راس الشهر بدايه راس الشهر العالم تطلع تتبضع، بس هذا التذبذب اللي صار بالسعر الوراق اثر على السوق. الزحام اقل من المعتاد داخل الاسواق الشعبيه، ولا صوت يعلو في البلاد على صوت ارتفاع الاسعار والركود الذي ضرب الاسواق المحليه بفعل تذبذب صرف الدولار الامريكي والذي تتحكم فيه اياد خفيه متحدية إجراءات حكومية في السيطرة على الأسواق. ومن خلال الركود الاقتصادي الكبير الذي يعاني من السوق بسبب تذبذب هذه العملة وبسبب صراع الدولار مع الدينار، وبالتالي لابد أن يكون هناك وقف للدولة والحكومة في محاولة الإسراع في إيجاد حلول علمية وعملية للتخلص من هذا الفارق الكبير يعني بين السعر الموازي والسعر الرسمي، باعتبار أن اليوم المواطن هو الضحية، المواطن هو المتضرر من جراء ارتفاع الأسعار، من جراء الركود الاقتصادي. بعد تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بالإضافة إلى المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية من ارتفاع كبير في مستويات الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، ما أسهم في تراجع المستوى المعيشي لدى الفرد العراقي. ياسر عابد، عذاب الرابعة، ديالى.